السلام عليكم شباب، فيديو جديد وحلقه جديده من قناه ميديكس فيت. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. ما تنساش في البدايه دعوات كل اخواتنا، ربنا رب ينصرنا وينصرهم نصر عزيز ومقتدر بحق واحد احد، اللهم امين يا رب العالمين. يا صديقي ما تنساش تقول امين، ما تنساش تقول الله الله ربي لا اشرك به شيئا، واشوفها تحت في التعليقات. بسم الله، بينا نبدا على بدايه حلقه النهارده. وممكن على فكره ده يمكن يكون اخر حاجه اتكلم فيها على بيج رومي ممكن في القناه هنا، الا لو لا قدر الله حصل حاجه، ظرف، مش عارف ايه الكلام ده، لان احنا برضو ما زلنا في كمال الاجسام، ولكن كله بحلال بدون تعري بدون الكلام ده. وخصوصا اللي بيج رومي الحمد لله شكر الله اللي هو انسحب من مستر اولمبيا زي ما انسحب 2023 انسحب السنه دي 2024، وعليا وعليكم الف خير. الناس اللي ما تابعوش وما شافوش الفيديو بتاع بيج رومي على الانستجرام اللي هو بيج رومي شايف اللي نفسه مش جاهز، علشان طبعا احنا عارفين اللي هو بيتعالج بالخلايا الجذعيه او اتعالج او خلص ايا كان الموضوع ده، بقى له سبحانك رب السنين عدت اوامه، هو داخل على سنتين او يعني خلاص هيتم سنتين، ولكن بعد الفتره الكبيره دي. واللي بيج رومي كان شايف نفسه برده في 2023 مش كامل، 2024 طلع وقال لكل الناس. طبعا احنا شفنا التغيرات اللي حصلت، شفنا اللي بيج رومي ما شاء الله بيدعم فلسطين وحط حاجات الفتره اللي فاتت، مش متابع انا الصراحه الاكونت بتاعه الفتره اللي فاتت، ولكن حط على لبنان وقت لبنان كان حاطط، واتوقع لغايه دلوقتي الله يهدينا ويهدي الجميع ان شاء الله ويبارك لنا ويبارك له. الناس صحيح اللي بيسالوا على ابو اسامه الحمد لله بخير، ولكن دعواتكم يا جدعان، لانه الصراحه متمرمط حرفيا زيه زي كل اخواتنا اللي في لبنان دلوقتي وفي سوريا وغزه وكله، حسبي الله ونعم الوكيل. والواحد مش قادر يتكلم او ما بيجي يتكلم، قدر الله ما شاء فعل كده. تعقبت في ثلاث قنوات يا جدعان والانستجرام ليه؟ عشان قلت بس الكيان، بس انا قلت بعديها ايه لما عملت الفيديو، وانا اللي هو الفيديو بتاع الواد اللي بيبقى اليكس اللي بيدعم الكيان ده، وبعدين اليوتيوب طبعا طير لي الفيديو، حسبي الله ونعم. نزلته تاني بس طبعا عدلت فيه وقصيت منه لاني كنت اتكلمت ومش كتير، يعني هي كام ثانيه اتكلمت فيهم بس طيره لي خالص، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب النقطه اللي عاوزين نتكلم فيها بقى، سمير بنوت بطل مستر اولمبيا سنه 83 الوحيد مع رومي في الوطن العربي اللي معاه لقب مستر اولمبيا، شايف وبيقول ان قصه بيج رومي قصه حزينه جدا. ليه بقى؟ لانه هو شايف اللي بيج رومي عمل لقاء، وشايف اللي بيج رومي للاسف بعد الفتره دي بالخلايا الجذعيه، وهو بيقول انا شفت بيج رومي زينا كلنا بعد شهرين بعد الخلايا الجذعيه ما اتعالج بيها كان بشكل افضل. الكلام ده لو تفتكروا وقت ارنولد كلاسيك 2023 قبليها لما كان خسر مستر اولمبيا 22 وقعد كام اسبوع وبعدين رجع تاني، وبرده كان الاصابات كانت بقت طفيفه قوي والكلام ده. فهو بيقول بقى انا شفت بيج رومي بعد الفتره دي وشهرين اللي هو في ثقوب بسيطه ومش عارف ايه، او في يعني اصابات بسيطه، ولكن ما زال اللي هو كان اتعالج. فبيقول اللي هو دلوقتي قصه حزينه جدا، وخصوصا اللي هو انسحابه من مستر اولمبيا 2023 و2024. فبيقول ده انا خدت رايي، هو بيقول كده، انا مش عارف ده صحيح ولا لا بس اكيد صحيح، الراجل هيكذب ليه يعني. اللي هو سال بيج رومي على حته العلاج بالخلايا الجذعيه وهل هو فعال ولا لا، تقريبا عشان كان عاوز يجربه او حاجه زي كده او يتعالج بيه، لان دلوقتي هو ده العلاج بيتعالجوا بيه على العالم كله، او اللي عندهم عافانا الله امراض مزمنه زي بالظبط عافانا الله روني كولمان، فربنا ربي يعافينا. فهو سأله، وطبعا بيج رومي على كلامه اللي هو مدح طبعا في العلاج والكلام ده، فبيقول بعد القصه دي يعني اللي هو للاسف اللي احنا مش هنقدر نشوف بيج رومي بعد الكلام ده كله. اللي هو من الاخر عاوز افهمك قصده اللي هو يشعر بالاسف اللي بيج رومي لسه مش كامل بسبب الخلايا الجذعيه والكلام ده. بس قال نقطه مهمه جدا ودي اللي هنختم بيها حلقه النهارده، وزي ما بقول لك ممكن يكون ده اخر خبر على بيج رومي في القناه ده او حاجه زي كده، لان مفيش حاجه يعتبر اتكلم عليها الا الحاجات اللي هي بقى اللي انا زي ما قلت لك وهقولها في اخر حلقه النهارده. فهو شايف اللي بيج رومي يقدر، بيقول كده يقدر بيج رومي يرجع تاني ويحقق نجاحات. انا مش شايف كده، انا ده اللي بقوله لك بقى، انا مش شايف الصراحه. وانا قلت لك مش محتاج يرجع وما يحطش نفسه، مش هنعيد القصه دي تحت الناس ديت، لا ربنا ربي يعزنا ويعز المسلمين اجمعين ان شاء الله، تمام. فانا بالتالي انا بقول لك انا اهو مع بيج رومي اللي هو ما ينزلش تاني، هيحقق نجاحات، انا مش شايف اللي هيحقق حاجه. ايه اللي مش هيحققه بيج رومي؟ هو شايف او انسحب علشان هو شايف اللي هو مش هيقدر ينزل بالشكل اللي يرضي بيه نفسه ويرضي بيه الناس. انا برضو شايف اللي هو لما يرجع طبعا كل حاجه بيد الله سبحانه وتعالى، بس انا مش شايف اللي هو مش هيحقق نجاحات زي ما البطل سمير بنوت قال الكلام ده.
قال برضو ختمها بحاجة مهمة جدا ودي عنده حق. يعني دايما مع البطل سمير بنوت أنا معاه في حاجات دايما هتلاقيني من زمان وبعرض معاه في حاجات في نفس اللقاء، اللي هو بيقول اللي هو أنا ما بقولش بيج رومي هيرجع اللقب تاني، بس يقدر يعمل حاجة زي ما ديكستر جاكسون بعد سن الأربعين، وبيقول خصوصا لبيج رومي عنده حوالي 39 سنة يعني لسه ما زال صغير في السن، وبيقول نضرب مثال ديكستر جاكسون عدى الأربعين وقدر يحقق نجاحات. أنا شايف اللي بيج رومي لو جه هيبقى مفيش إضافة، لأن لما أنت دايما تكون في التوب وتقع عمر ما الوقعة أو الحاجات اللي تحت دي هترضيك. أنت سبحانك يا ربي، زي عاوز أمثلها لك بمثال بسيط، ربنا ربي يغنينا ويغنيكم من فضله وكرمه ورزقه إن شاء الله. تخيل كده اللي واحد غني وكان غني بسنين وبعدين مرة واحدة ربنا فقره، طبعا هيفتكر كل حاجة. أنا بديك مثال بسيط يعني، هيفتكر كل حاجة كان بيعملها والعربيات الفارهة وكان بيخرج هنا ويسافر هنا ومش عارف يصرف هنا والكلام ده كله. هل هيرضى بالحلقة؟ مش كثير من الناس اللي بيرضوا بالحلقة دي على فكرة، ناس كتيرة بتبقى مصيرها عفان الله هوملس، عفان الله إياكم، هم مشردين يعني. فأنت لو شايف اللي أنت خلاص وصلت للكمة هل هترضى؟ ده السؤال اللي هنختم بيه حلقة النهاردة، مش هتكون طويلة هي إن شاء الله. هل بعد ما توصل للقمة هل هترضى باللي تحت القمة؟ أنا بالنسبة لي لأ. طبعا كل حاجة بيد الله سبحانه وتعالى، بس ربنا بيقول لك اعقلها وتوكل. أنا شايف لأ. دي نهاية حلقة النهاردة، زي ما بقول لك كده ممكن يكون آخر حلقة على بيج رومي، ملوش لزوم اللي أتكلم على بيج رومي ولا أتكلم على أي حد تاني إلا في الحاجات اللي أنا شايفها غلط هطلع أتكلم إن شاء الله، مفيش كلام. طبعا الحلقة النهاردة مفيهاش غلط بس أنا بقول لك كده. تمام؟ تنسوا تشعوذكم لإخواتنا، ربنا ربي ينصرنا وينصرهم نصر عزيز المقتدر. بحق واحد احمد، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنساش تتفرج على قناه ابو اسامه، هسيبها لك تحت ان شاء الله، بينزل فيديوهات وحالته والخيمه والكلام ده. بس يا جدعان والله حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد غير مسؤول، كل واحد ما بيفكرش في اخواته. هو اكثر من سنه، هو سنه وشهر عاملين مجازر والكلام ده، والناس نسيت اساسا فلسطين اساسا، يعني ما فيش الا قله. انا بتابع الحمد لله وشكر لله السوشيال ميديا، حوار لبنان جه وكمان حسبي الله ونعم الوكيل هتبقى للأسف احنا شايفينها في أيام بسيطة، دمروا الدنيا، عجنوها، عجنوا لبنان في فترة قريبة جدا. وبيقول لك ايه ده تبع مش عارف ايه، مش عاوز اقول عشان ما يقفلش الفيديو ده تانية ويتمسح، ولكن احنا شفنا ان هم بيضربوا مدنيين. انا شفت حسبي الله ونعم الوكيل، شفت واحد يعني الله يرحمه يا رب العالمين على عربية، مش عارف شفت الصورة دي، من أصعب الصور اللي شفتها في لبنان يعني، متقطع خالص وعلى عربية، سقف عربية كده متقطع خالص. وانتوا خليكوا نايمين، خليكوا في الساحل، خليكوا في المهرجانات، خليكوا 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 خليكوا. وعلى فكرة الراجل حزين قوي اللي مفيش حد بيسأل عليه، هو بقاله شهور مفيش حد بيسأل عليه بس طلع يتكلم، هو بيكلمني ومتضايق، بيقول ده سؤال بسيط يعني، ويقول لي خليني ساكت بقى، خليه هو بيقول لكم ان شاء الله. اشوفكم على الف خير، ما تنسونيش باللايك والشير، دعواتكم لاخواتنا يا جدعان. احب اشكر الناس اللي بيسالوا لي او بيقولوا لي حتى اخبار ابو اسامه، زي ما بقول لك اهو دعواتكم بس. اللهم انصرنا وانصرهم نصر عزيز ومقتدر بحق واحد احد، اللهم امين يا رب العالمين. نسيت صديقي تقول امين، نسيت تقول الله ربي لا شريك به شان. اشوفكم على خير، السلام عليكم شباب.